تم نشرتنا من القاهرة، حيث قام ممثل هيئات إذاعة وتلفزيون من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي واتحاد الإذاعات الإسلامية، قاموا بجولة سياحية بمنطقة القلعة التاريخية. قبيل انطلاق الدورة التدريبية المشتركة بين وزارة الأوقاف المصرية واتحاد الإذاعات الإسلامية، عدد من ممثلي هيئات الإذاعة والتلفزيون للدول الأعضاء في الاتحاد حرصوا على زيارة بعض من الأماكن الأثرية والتاريخية بالقاهرة وتأدية الصلاة داخل مسجد محمد علي بالقلعة. أعددنا برنامجا عاليا جدا جدا، برنامجا فيه مواجهة الفكر المتطرف، في تصحيح الأفكار الخاطئة، في مواجهة الإرهاب، في تفكيك أباطيل الإرهابيين، في بيان سماحة الإسلام، في جانب الثقافة العامة. إحنا الآن الدولة مثلا بتقبل بتوجيه سياسي حكيم من سيادة الرئيس على قضية الحوار المجتمعي، أسس الحوار بين الناس. هذا الالتقاء نوع من الحوار. إحنا إذا كنا بنبحث عن الحوار الداخلي على مستوى وطني، أيضا بنبحث على مستوى الحوار الثقافي بين دول العالم الإسلامي لنبني قواسم مشتركة. أكبر اتحاد إعلامي في العالم، لأنه بيشمل 4 قارات. نبدأ معهم دورة تدريبية أعدت بشكل حرفي عالي جدا جدا، بتتسم بالتنوع الشديد وأيضا بتتسم بالعمق. يعني أقدر أقول أن يمكن هؤلاء الإعلاميين أول مرة يزوروا مصر. فرصة وسانحة كبيرة لنا نحن في السودان أن نشارك في هذه الفعالية الإعلامية الكبيرة التي تشارك فيها الدول العربية والدول الإسلامية. مشاركون من 21 دولة أعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي واتحاد الإذاعات الإسلامية هم باكورة الدورات التدريبية التي تهدف إلى تأهيل الإعلاميين في صياغة الرسالة الإعلامية التي تعمل على تعزيز قيم التسامح والتعايش من خلال محاضرات يلقيها أكاديميون متخصصون في الشأنين الديني والإعلامي. خطوة جديدة هامة نحو بناء الوعي المستدام. يعني هنا أستخدم تعبير الوعي المستدام، لأنه الوعي المستدام ليس وعيا موسميا وإنما وعي دائم من كل الدول الإسلامية واتحاد الإذاعات الإسلامية ممثلا في هؤلاء الإعلاميين والصحفيين والمذيعين. هذه الدورات التي تأخرت كثيرا هي نقلة نوعية في تاريخ هذا الاتحاد وفي تاريخ العالم الإسلامي وإذاعات وتلفزيونات العالم الإسلامي. بدأ من جديد يظهر جليا دورها في كل المجالات، في مجالات الوعي، في مجالات الحوارات الوطنية والمجتمعية وغيرها. أسس المبادرة والسلم المجتمع نعتبرها قيمة جدا في هذا التوقيت المناسب، ونحن من جانب الآخر نستفيد خبرة المصرية في الأمن والتعايش، لنؤصل المفاهيم الصحيحة التي تنأى بنا عن العنف الذي شهدناه خلال السنوات الماضية. حضور مصري لافت في التدريب والتثقيف للدول كافة ونهل العلم من العلماء الأعلام ومؤسساتها الوطنية المتخصصة التي عرفت طريقها نحو الريادة التدريبية فحققت التميز وحصدت ثقة الخارج. بجولة سياحية للتعرف على معالم مصر الأثرية والتاريخية، المشاركون في الدورة التدريبية المشتركة بين وزارة الأوقاف المصرية واتحاد الإذاعات الإسلامية يشيدون بما تقدمه الدولة المصرية من إقامة دورات تدريبية ومحاضرات علمية للإعلاميين من مختلف دول العالم، ما يسهم في ترسيخ أسس المواطنة والسلام المجتمعي خلال الفترة الحالية. من قلعة صلاح الدين، وليد هيكل، النيل.